صفقاته المدوية والإدارة التي بدأت تنفق الأموال من أجل التعاقدات. كرة في محاولة جابرييل يتصدى كأنه بردة فعل يبعث برسالة في اللقطة الماضية على أنه يستحق بأن يكون في الميلان. شوف الكرة لكن مين أفضل حارس برازيلي حارس الميلان؟ بكل تأكيد هو ديدا، بكل تأكيد هو نعم الحارس والآخر بالليغا في ظل الفجوة الكبيرة الموجودة ما بين ريال وبرشلونة وبقية الأندية الإسبانية. فرصة للتعديل، هو يا جابرييل في اللقطة الماضية أيضا يتصدى ويبقي على حظوظ الميلان هنا من أجل التأهل للمرحلة القادمة في كأس جينيس للأبطال لمواجهة أو انتظار الفائز من ربما بالتعديل لمصلحة فالنسيا بعد ذلك ركلات الترجيح. كرة ملعوبة في منطقة الجزاء. جابرييل شايفين لوح الإعلانات اللي على الملعب قاعد يظهر لنا الأندية المشاركة في كأس الأبطال. هذه المحاولة الخطيرة الماضية لمصلحة فالنسيا لكن جابرييل يتصدى. حارس مرمى صغير 20 سنة، شوف بنية الجسمانية.